السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم عالم سهام. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف صحة وعافية. اليوم إن شاء الله أخواتي وتحت طلبكم المتزايد سأقدم لكم عدة وصفات مجربة ومضمونة النتيجة لتطويل الرموش، لتطويل الحواجب كذلك وتكثيفها، تعطي قوة وكثافة للرموش وللحواجب في وقت قصير جدا، كما أنها غير مضرة بتاتا للأعين إذا تم استخدامها بالطريقة التي سأشرح لكم بهذا الفيديو. فتابعوا معي هذا الفيديو للآخر لنتعرف على هذه الوصفات. سنحتاج عزيزاتي لحبة بصل صغيرة الحجم. فالعناصر الموجودة بالبصل تعمل على تعزيز الدورة الدموية تحت جلد رموشك وحواجبك، وهذا بدوره يوصل الأكسجين والعناصر المغذية المهمة إلى بصيلات الشعر، وبهذا تنمو الشعرة وتصبح كثيفة. نقوم ببشرها هكذا في الجهة الرقيقة، ونضعها بإناء قابل للوضع على النار. سنحتاج كذلك لزيت الزيتون أخواتي بهذه الخلطة، فهو مهم جدا، يساهم في تقوية وحماية الرموش من التقصف، التساقط، التلف أو الترقق، ويساهم في إنبات الرموش والحواجب كذلك ونموها وتكثيفها. سنضع منه 3 ملاعق كبيرة. نضع الكل على نار هادئة ونقلب باستمرار لمدة 2 إلى 3 دقائق، اتركوه ليرتاح لمدة 10 دقائق أخرى. من المهم جدا ألا نبالغ في تسخين هذا الخليط أخواتي لكي لا يحترق معنا الزيت ويفقد فعاليته. بعدها سنصفي الكل هكذا، نضغط عليه لنستخرج كل فوائد البصل. ضعي هذا الزيت في علبة من الزجاج أو قومي بملئه في علبة ماسكارا فارغة ونظيفة، نظفيها جيدا من الداخل قبل ملء هذا الزيت بها، أو يمكنك أن تحتفظي به في علبة زجاجية هكذا وتستخدميه بهذه الطريقة. اغمسي به فرشاة الماسكارا بهذه الطريقة وطبقيه على رموشك وعلى حواجبك. طبعا حاولي ألا تدخليه للعين، فقط بطريقة وضع الماسكارا هكذا. أما بالنسبة للحواجب فضعيه بكمية كافية ليتغلغل داخل الجذور. ضعها قبل النوم. بالنسبة للرموش فيمكنكم أن تتركوها لمدة نصف ساعة مع إغلاق الأعين بشكل تام ثم تغسلوها، وأما بالنسبة للحواجب فيمكن تركها لليلة كاملة. وقبل استخدامه دائما نحرك هكذا لكي يندمج عصير البصل مع زيت الزيتون، ونطبقه بشكل يومي لمدة أسبوع. ستلاحظين نتائج رائعة، ستبدأ بعض الشعيرات بالبروز، شعيرات دقيقة جدا، ومع الوقت ستكثف وستصبح سوداء وأكثر قتامة لتصبح رمش جديد أو شعرة في الحواجب. يمكنكم أخواتي استخدامها كذلك للفراغات بمقدمة الرأس لمن تعاني من هذا المشكل، فهي تنبت الشعر بشكل سريع. لننتقل للخلطة الموالية. سنحتاج بها لهلام الصبار، جل الألوفيرا، استخدموا الطبيعي من النبتة مباشرة أو الصناعي الذي يحتوي على نسبة 100% من الهلام الطبيعي. ضعي منه ملعقة صغيرة. بالنسبة لهذا الجل أخواتي فهو يكثف شعر الرموش، شعر الحواجب، يمنحها النعومة وكذلك التقوية اللازمة، ويزيد من طول رموشك في مدة قصيرة جدا لأنه غني بالمعادن والفيتامينات. وسنحتاج كذلك لزيت الخروع، وهو غني عن التعريف وكلنا نعلم فوائده للشعرة، يقويها، يكثف الشعر، يزيده لمعان وكثافة. سنضع منه ملعقة صغيرة أيضا. نحضر فرشاة ماسكارا هكذا، نغمرها بالخليط ونقوم بتطبيق الخلطة على الرموش بنفس طريقة تطبيق الماسكارا هكذا للأعلى،
وللأسفل مرة أخرى لنتأكد من وصول الخلطة لجميع جوانب الرمش. حاولوا ألا تدخلوها لداخل العين، وبعد تطبيقكم لها أغلقوا أعينكم واتركوها لمدة 15 دقيقة ثم اغسلوها. هذا بالنسبة للرموش. أما بالنسبة للحواجب فيمكنكم تطبيقها واتركوها لمدة ساعة أو ليلة كاملة إذا أردتم، بما أننا سنطبقها بالليل. طبعا هذه الوصفات أخواتي الخاصة بالرموش والحواجب يجب تطبيقها على رموش وحواجب نظيفة تماما من المكياج ومن آثار المسكرة أو قلم رسم الحواجب، لكي تتغلغل داخل الجلد وتصل لبصيلات الشعرة ولا يكون هنالك حاجز لمنعها. طبقوها يوميا عزيزاتي، ستبدأون بملاحظة الفرق بعد 7 أيام فقط من الاستخدام. داوموا عليها إلى أن تحصلوا على النتائج التي تريدون. لننتقل للوصفة الموالية. سنحتاج أخواتي لملعقة صغيرة من حبة البركة المطحونة أو الحبة السوداء، ما يعرف كذلك بالسانوج. حبة البركة أخواتي تقوي بصيلات الشعر، تقلل تساقطه وتزيد من نموه وطوله. هي تعالج كذلك جميع مشاكل الترقق بالرموش وبالحواجب وتناعمها. إذا كانت لديك زيت الحبة السوداء فاستخدميها عوض الحبة السوداء المطحونة. أضيفي ملعقتين من زيت الزيتون. اتركي هذا الخليط لمدة ليلتين كاملتين ثم قومي بتصفيته. هذه الخلطة التي نحصل عليها أخواتي، طبقيها بواسطة فرشاة مسكرة أو عود قطن على رموشك وعلى حواجبك. طبعا كما أقول دائما بالنسبة للرموش ف 15 إلى 20 دقيقة كافية طبعا مع إغلاق الأعين، أما بالنسبة للحواجب فيمكنكم تركها لأكبر مدة ممكنة. إذا أردتم الاحتفاظ بهذه الخلطة أخواتي فقوموا بوضعها في قارورة هكذا غامقة اللون واحتفظوا بها في مكان مظلم. طبقوها لمدة أسبوع بالكامل لتروا نتائج مبهرة بإذن الله. لننتقل للخلطة الموالية. سنحتاج لملعقة صغيرة من زيت الخروع. ملعقة صغيرة من زيت الألويفيرا، هلام الصبار، إذا لم يتواجد لديك عوضي بجل الألويفيرا من العبوة أو من النبتة مباشرة. ملعقة صغيرة من الفازلين، من الأفضل استخدام الفازلين الطبي لكل وصفات الرموش والحواجب، يمكنكم الحصول عليه من الصيدلية. ثمنه رخيص جدا وهو تماما مثل الفازلين العادي، لكنه معقم ولا يسبب أي ضرر للأعين. سنضع منه ملعقة صغيرة. الطريقة عزيزتي سهلة وبسيطة. احتفظوا بهذا الخليط في علبة من الزجاج وضعوها في مكان مظلم وجاف. احضروا فرشاة مسكرة هكذا، إذا لم تتواجد لديكم فعوضوها بعود من القطن، وقوموا بتطبيق الخليط على رموشكم هكذا من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل لتضمنوا بأنه قد وصل لجميع المناطق. طبعا أغلقوا أعينكم واتركوه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بالنسبة للحواجب فيمكنكم أن تضعوه لمدة ساعة أو تتركوه لليلة كاملة. بعد ذلك اغسلوه جيدا من الرموش ومن الحواجب، لأن الفازلين كما نعلم جميعا إذا تبقى أثره على الشعرة فهو يلتقط الغبار والأوساخ وبذلك يعكس نتيجة الخلطة، فانتبهوا لهذه الأمور.
وبهذا أخواتي نكون قد وصلنا لنهاية فيديو اليوم. كما لاحظتم معي أربع وصفات سهلة بسيطة جدا بمكونات طبيعية ومتواجدة بكل البيوت، لكن تعطيكم نتائج رائعة جدا ستخلصكم من مشكل خفة وتساقط الرموش والحواجب بشكل عام. أشكركم على متابعتكم ووفائكم الدائم، ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.